السلام عليكم. السجون مليئة بالأبرياء والمجرمون يسرحون ويمرحون. خلال العام الماضي 2017 كم تمكن إرهابي مجهول في عدن من ارتكاب جريمة دون أن يعرف وجهه؟ وبالمقابل كم في السجون من أبرياء في هذه المدينة؟ وهنا يكمن الخلل، الخلل حين ينحرف العمل الأمني عن مهمته الأساسية، حين يلاحق الأبرياء بدلا عن ملاحقة المجرمين. لسنا ضد العمل الأمني القانوني ولا ندعو لحماية مجرم من يد العدالة، لكننا نشاهد كما يشاهد غيرنا، السجون ممتلئة والمجرمون ينفذون كل يوم جريمة جديدة. ولو أن إمكانيات الجهاز الأمني وجهود أفراده سخرت في أداء مهامها القانونية الصحيحة، فهل يمكن أن يتجرع اليمنيون كل هذه الآلام والأهوال؟ مشاهدينا الكرام، المواطن اليمني الفنان سلطان البدر اضطر للسفر إلى عدن ليعيش قصة مؤلمة يرويها لنا في الدقائق التالية. نشاهد ثم نعود. طبعا بسبب الظروف التي وصلنا لها في صنعاء وقلة الأعمال، ما فيش أعمال، لا مسلسلات لا مسرحيات ولا عاد نشتغل شيء، حتى المرتبات موقفة. فكرت يعني إيش أجل جلستي هنا، إيش أجلس أفعل؟ فكرت أهاجر. طيب كيف أهاجر؟ ما فيش لا منظمات ولا من اللي يخرجيني من البلاد هذه. حاولت قلت أجي إلى مأرب، بعدين جيت من جهة رداع، من هناك طبعا يرجعونا من النقطة على طول. بعدين تواصلت لعمي، مع عمي هو في سقطرة بيشتغل، شرحت له الوضع قال تعال اشتغل عندي. عجبتني الفكرة، بس كيف أوصل له عند عمي؟ من فين أجي؟ بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام هكذا تواصلت معي الأستاذة نرجس عبادة الإعلامية إنها بتنزل عدن، وإذا أنا فاضي أنا أوصلها لعدن يعني بالسيارة حقها، سيارتي خليتها في صنعاء. عجبتني الفكرة وطنت في رأسي، قلت قدو تمام، يلا أوصل أوصلها لعدن ومن هناك أتحرك لي سقطرة أطلب الله. تحركنا لعدن، لما وصلنا قد احنا قريب مدخل عدن بيسألوا هناك البطاقة، أدي له البطاقة بيشوف أنه من المحويت يعني من الجهات الشمالية، أيش معك في عدن؟ ترد عليها الأستاذ على طول بتقول هذا معي، هذا زميلنا ممثل ومعي في الفرقة. يوم السبت الليل هكذا أنا مروح بالسيارة، مسكوني في نقطة التقنية اللي تدخل مدينة التقنية، قال لي أوراق السيارة. طبعاً الأوراق السيارة مش معي، مع الأستاذة نرجس. قال لي جنب السيارة، جنبت. بعد ما شاف البطاقة حقي إنه من المحويت من المناطق الشمالية، اتصلت الأستاذة، يا أستاذة اشتو أوراق السيارة الآن، ارسلي واحد الدين. قالت هات لي أكلمه، مكنت الرجال هذا العسكرية التليفون. أيوة كذا كذا، قالت له إنه السيارة تبعها وإنه أنا معاها وإنه أنا على مسؤوليتها وإنه يعني يمكن فترة يمكن حوالي ربع ساعة يتكلم معه، ما فيش فايدة. أجا الثاني ماله هذا يصيح مدري إيش جم فوق الطق، إيش في هذا؟ قام يقول له إنه ما إنه أنا من الشمال والسيارة ما فيش معي أوراقها ما أدري إيش. قال يلا طلعوا الطق، طلعوني الطق طوالي، كان ليل، السيارة كانت موجودة، أنا طلعوني فوق كانت باقية عندهم ومكنتهم مفتاح السيارة يعني شلوا مني المفتاح. طلعت فوق الطق وفي فوقها عسكر، إيش جابك عدن؟ ليش جوب لادنا؟ أنا داري إنه نهايتك هنا، والله بايقطعوك يعني بات يتم أولادك وأسرتك بعدك. أدالي رعب، قلق نفسي يعني علشان إيش؟ تقول طيب ليش يعني إيش فيك؟ هذه بلادنا احنا نشتين بلي دولة، وانتم ما تقدرون عوش من عدن هذه. سكت، وصلوني لمعسكر المشاريع، انا ما كنتش داري فين المكان طبعا، بس عرفت الاسم فيما بعد. فتشني ما فيش حاجة، دخلت الزنزانة، اول ما دخلت اظلمت الدنيا في وجهي، مش داري انا فين. اتذكر كلام العسكري اللي فوق الطق، بيقطعوك عن ظلام، ولا شفت شيء ولا انا داري فين انا. يلا أنا جلست هذه الليلة في قلق، ما حققوا وش معي هذه الليلة، منتظر للتحقيق. قلت أنا أفكر إنه معي حققوا يعني متأخر ولا شيء، أحاول أنا ما فيش. من القلق كنت أوقف أجلس، أوقف أجلس، أمشي أروح، وبين ظلام ولا أنا داري فين أنا.
يلا. المهم بعدين جاء في الظهر او بعد الظهر جاوا لنا الاكل وكذا، قلت يا اخي لو سمحت الحمام. قال ممنوع. ايش يا اخي؟ قال دبر امورك عندك. يعني يشتون بالبدايه انه عاد انا جديد. لما بعد العصر بعدين فتحوا لنا، انا على طول غسلت ملابسي الداخليه وكذا وتحممت ودبرت اموري. افكر انهم عاد بيفتحوا في الليل وندخلون الحمام. هي ما بالله هي مره واحده في اليوم بس. المهم دخلت وبنتكلم مع الناس وكذا وعلى ايش وكذا، بنسمع قصصهم. ازددت رعب. في واحد دفنوه وهو حي ويحققوا معه، دفنوه يحققوا معه واطلقوا جنب راسه رصاص ويشتوا يعترف وهو مش داري بايش يعترف. ورجعوا قد كان قال يا اسم الحياه. مجرد انا ما سمعت القصه هذه انتظرت انهم يشلوني نفسه للصحراء ويعملوا معي هذا الكلام. لما جاء الساعه تقريبا 10 او 10 ونص المساء، اجى واحد اسمه ابو القعقاع. اجى داعوا باسمي. خرجت قبل ما يدخلوني الغرفه حق التحقيق. ربطوا عيوني وربطوا يداتي للخلف وخلوني خلعت الشميز، بقيت على الجرم الداخلي ودخلت. اسمك؟ اديت اسمي. ايش جابك لعدن؟ قلت له والله ما بالله انا ممثل، ووصلت الاستاذه نرجس عباد بسيارتها لاني ما تعرف السوق السياره العاديه. ايش جابك لعدن؟ قلت انا كلمتك بالصدق. يدعني ملطم ما دريت اين انا. اول ما باشرني ايش جاب امك عدن؟ ايش جابكم بلادنا؟ انت عارف ان احنا اي شمالي هانا نطرده. ايش جابك؟ جيت لاجلك هانا. قلت له انا كلمتك بالحقيقه، هذا الذي حصل. يعني انا جيت وصلت وبرجع، يعني انا ما بستمرش هانا. ما نرسلك تكلم. اقول له اقسم بالله انا قلت لك الحقيقه. وهذا شوف وريته كمان الجواز، قلت عندكم الجواز. شوف انا حتى في جوازي المهنه ممثل مسرحي، يعني انا ممثل، انا ماليش علاقه باي حاجه من هذا الكلام الذي تشتي توصل له. مصمم. قال له اشبك الكهرباء. اقول له شبكه الكهرباء. يلا تكلم، ما نرسلك، انت جاسوس ما ادري ايش. استلم السلك ويضربني. كان يضرب لا هنا على ظهري لا راسي بالسلك لا رجولي. وشبك الكهرباء. اعترف. طيب ايش تشتي اعترف؟ قل لي ايش انت يعني من كثر ما حسيت الالم وكثر الضرب. طيب قل لي ايش تشتي اعترف؟ انا بعترف. قل لي اي حاجه تشتيها اقولها انا بقولها، لكن الحقيقه الذي انا اكلمك عنها هي هذه الحقيقه الذي انا جيت من اجلها، يعني لا عدن. مصمم. قال شوف اقسم بالله لو ما تعترف انا بجلس فوق راسك من الان للساعه 8 الصباح. واستلمني ضرب كهرباء. اعترف. وانا مصمم خلاص ما عاد قدرت ولا اديت كلمه بعد ما قلت له. كان يضرب ولا رضيت اتكلم. طيب تكلم. ما عاد رضيت اتكلم من كثر الضرب. تكلم. قلت يا اخي انا كلمتك بالحقيقه اللي تشتو. انتم مؤمنين، انتم مسلمين، انتم بشر. خلاص يمكن 3 ساعات تقريبا هكذا وبيحقق معي وشويه ويقوم. المهم بعدين رجعني. انا اول ما رجعت على طول طلعت على الفرش. ما تخيلت انه ما توقعت انا انه فكوني. يعني قال على اساس انه يدوني اليوم الثاني. قلت يلا. المهم انا رجعت مكاني. طبعا ما حدش داري فين انا. نمت. لما صحيت الصباح اشوف نفسي في السجن. اظلمت الدنيا من جديد. أفرج عن سلطان مع 15 معتقلا آخرين بعد أيام صعبة وطويلة من الإخفاء والتعذيب. ولنا أن نتساءل كم خسرت الدولة من المال بسبب سجن بريء لم يكن لسجنه سبب أو مبرر، وكم من ساعات عمل موظف الأمن أهدرت، وقبل هذا وذاك كم أهدرت من حقوق لمواطنين يمنيين، وكم تسببت بضياع فرص عمل لشباب هم في أمس الحاجة إلى هذا العمل، وكم تعطلت من مشاريع وخدمات بسبب فرض هذه الحالة الأمنية وتحويل عدن من عاصمة مؤقتة وعاصمة اقتصادية ومدينة ساحلية محررة إلى مجرد سجن كبير في داخله سجون صغيرة ظلمات بعضها فوق بعض. كل هذا يحدث وما زال السؤال عن دور نقابة المحامين قائما، فما شاهدناه
ليس سوى أنشطة لأفراد من المحامين بجهود شخصية لا تلبث قليلا حتى يصيبها التعب حين تخذلها النيابة التي لا تقوم بدورها كما يجب في ظل تعطل أعمال السلطة القضائية برمتها. أسئلة كثيرة سنوجهها للسيدة إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتي السيدة إشراق المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة إشراق. مرحبا بك. نود أن نعرف أولا ما هي آليات عمل اللجنة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان؟ اللجنة تعمل بآليات عدة وتختلف ربما هذه الآليات عن ما تقوم به منظمات المجتمع المدني أو حتى الأجهزة الأخرى. هذه الآلية تعتمد بالرئيسية على أدوات اللجنة الموجودة في الميدان وهم الرافضين الذين يقومون بأعمال النزول والمقابلات ومعاينة الأماكن والتأكد من وقوع هذه الانتهاكات ومن ثم تحويل هذه الملفات إلى عملية التحقيق القانوني من قبل المحققين والمساعدين من ذوي الخبرات في أعمال التحقيق والذين تم تدريبهم على هذا الشأن وفقا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعايير التحقيق. هذه الملفات بعد ذلك تتحول لملفات قانونية يتم تحويلها بعد ذلك إلى القضاء بدءا إلى عملية المحاكمة ولضمان عدم إثبات الجنات من العقاب كما حدث في دورات عنف وانتهاكات سابقة في الجمهورية اليمنية. وهذا اللجنة جاءت كتمهيد لعملية العدالة الانتقالية وأيضا عملية المحاكمة الطبيعية والحقيقية التي يجب أن تطال المنتهكين في كافة المحافظات والذين استهانوا بأرواح ودماء وحقوق وممتلكات المواطنين. نعم، ماذا حققت اللجنة يعني حتى الآن كمنجز ومخرج نهائي؟ اللجنة يعني ربما يعني نوعا من الرضا يعني لدينا لأننا استطعنا خلال فترة قصيرة أن نصدر 3 تقارير عامة ونوعية بحجم العمل الذي قامت به اللجنة في محافظة الجمهورية. ما قامت به من أعمال رصد، ما قامت به من أعمال تحقيق. نعم. وتحول كل عام أعمال التحقيق إلى ملفات قانونية بإجراءات شبه قضائية تمهيدا إلى محاكمة الجنات. أيضا إعطاء توضيح لحجم هذه الانتهاكات الجمهورية اليمنية. أيضا تم التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، الأجهزة الأمنية في الدولة، الأجهزة الضبطية، أيضا الأجهزة القضائية بإعطاء التوصيات بما إمكانه أن يحجم هذه الانتهاكات وما يتحرك من ملفات الناس ونظرها عبر قضاء منصف يحصل عليه ويحصل من خلاله الضحايا على حقوقهم ويستطيعون الانتصاف القضائي من قبل من قام بالانتهاك ضدهم. ولهذا فاننا ربما 3 تقارير مرتبطه فيها اكثر من 12 ملف يعني قانوني تم الانتهاك والتحقيق منه. هذه 13 جزء من 17,000 انتهاك، 17,000 يعني هذه 13,000 ملف تم الانتهاء للتحقيق فيه، جزء من 17,000 واقعة تم رفضها أولياء من قبل الرافضين. ولهذا نحن نرى أنه خلال عامين حاولنا قدر الإمكان أن نثبت بأننا مؤسسة تحقيق وطنية يعني حاولت أن تعمل شيء. نعم. في ظل الحرب، في ظل كثافة الانتهاكات، في ظل استمرارها من كافة الأطراف
فهذه ربما الجهود الاوليه، ولكن باذن الله نستطيع بالفعل ان تتحول هذه الملفات كما ذكرت الى محاكمات تامه وكامله للجنات. نعم. تنطلق اللجنه في عملها من عدن كمدينه، ولكن منذ أكثر من عامين والأحاديث تدور عن سجون سرية يقبع فيها معتقلون ومخفيون قسريا، هل وصلتكم شكاوى بهذا الخصوص؟ بالنسبة للجنة تنطلق عليها كما ذكرت من عدن كعاصمة مؤقتة، لكنها لا تكتفي بالبقاء في محافظة عدن، يعني تابعتهم بالأمس كما ذكرت نزولنا إلى محافظة عدن ومعاينتنا السجنية سجون المحتجزات، وبالامس تحرك كما ذكرت فريقين، فريق ذهب الى محافظه مأرب وفريق الى محافظه حضرموت، اضافه الى الفريق الذي يعني تبقى ايضا وبقيه العاملين في محافظه عدن في عفو القطاع. بالنسبه لموضوع البلاغات، نستقبل البلاغات من عدد من المحافظات من ضمنها ايضا محافظه عدن بوقوع اعتقالات غير قانونيه او يعني تجاوزت الطريقه القانونيه، توجد ايضا بلاغات بالادعاءات من بعض انه تعرضوا لاعمال تعذيب، قام طبعا بذلك طبعا رافضيه لجنه عمليه الرفض. حاليا تتم عمليه التحقق من يعني مدى وقوع يعني انتهاك او مدى وقوع مخالفات لحقوق السجناء ولمدونه حقوق السجناء الدوليه التي يجب المراعاه فيها معامله السجون وفق معايير دوليه تضمن الا يتعرضوا للاهانه، للمعامله القاسيه، للمعامله اللا انسانيه، للمعامله المهينه، هذه ضوابط قبل ان تكون في مدونه حقوق السجناء وفي العهد الدولي فوق المدينه السياسيه التي صادقت على الجمهوريه اليمنيه، هي في البدء عباره عن نصوص قانونيه موجوده في الدستور اليمني وفي قانون البلاد الجزائريه الذي اعطى ضوابط لمساله الاعتقال ومساله التطييب للحريات بان تكون وفق معايير لا تمس كرامه وحقوق المحتجزين. لدينا بلاغات وما زلنا في عمليه التحقيق، وربما جزء من هذه البلاغات او كثره الحديث في الاعلام عن مساله وجود اعمال تعذيب او اعتقالات ادى الى تحرك اللجنه ومقابله يعني بعض القيادات والاجهزه الامنيه، كما نقول هي ليس فقط يعني لان ناخذ ما لديهم ردود، لكن وجود من اليه اللجنه بان يشق لها بان تستكثر وان تستجوب وان تستدعي الجهات التي لديها معلومات وتؤكد او تنفي، عند ذلك تقوم اللجنه بعمليه التحقيق وقياس مدى جديه او صحه هذه المعلومات، لكن نحن ما زلنا طبعا بحاجه الى تقديم بلاغات اكثر، سواء من تعرض او من يدعي تعرض لامتهان او معامله ايا كانت هذه المعامله، سواء في الاحتجاز او في المؤسسه او في الرفق او ما الى ذلك، او من قبل يعني اطراف سواء في عدن او في بقيه المحافظات، نعم. في صنعاء، في تعز، في مأرب، في حجه، قدر الامكان يعني ان كان باستطاعه الجميع ان يصل او استطاعه البعض ان يصل، سواء باشخاصهم او عبر منظمات المجتمع المدني او عبر مؤسسات اخرى. يعني بالامس كنا في محافظه عدن وعقدنا لقاء وحلقه نقاش لعدد تجاوز 90 شخص من منظمات المجتمع المدني وعقال القرارات. نعم. لا لكن سيدة اشراك، سيدة اشراك، يعني تحفيز المواطنين الذين يتعرضون للانتهاكات لتقديم بلاغاتهم يحتاج ايضا الى ان يروا فعل حقيقي وتاثير سابق لاخرين قدموا بلاغاتهم. هناك معتقلون تمكنوا من الخروج من سجون تابعه مثلا للحزام الامني في عدن وقدموا شكاوي الى اللجنه، وبعضهم عرضت قضاياهم معنا هنا في هذا البرنامج، احدهم نجا من الموت بعجوبه يعني اسمه علي باسل، اذا كانت هذه القضيه قد مرت عليكم، فاين وصلتم في مثل هذه القضايا او هذه القضيه تحديدا؟ اتفق معك اخي بان الضحيه دائما ما يريد ان يرى يعني يطمئن يعني حقه بانه يعني حصل على حقه او انتصف من الظلم الذي وقع عليه، لكن كما تعلم يعني هو من المؤسف بان دائما ما تكون خطوات موضوع التحقيق تكون نوعا ما فيها كثير من الروتين وكثير من مسائل التحقق. لا اعلم ما اذا كانت من هذه الوقائع التي وصلت اليكم عبر الاعلام وتم عرضها لوقائع حدثت في عدن بانها موجوده
ضمن الملفات، لان ليس لدي اطلاع على كل تفاصيل الملفات. بلا شك الاعداد كبيره، لهذا قلت يعني مع كثافه هذه الانتهاكات. لحظه عزيزي، نحن نحاول ان مع كثافه الانتهاكات ان نوزع يعني اشخاصنا على عدد من المربعات الجغرافيه. لدينا فريق عمل تابع يقوم بمتابعه اعمال الانتهاكات التي تمت في محافظه يعني عدن ونحو الضالع، وبين هذا فريق من الزملاء الاعضاء والمحققين. لكن يعني هنا الان هو من المهم التاكيد بان مثل هذه يعني حتى صاحب القضيه التي ذكرتها بان يتاكد هل بالفعل تم رصد هذه يعني الواقعه لدى اللجنه، هو عليه ان يؤكد هل هذه اللجنه تم يعني قام بالابلاغ عنها وتم مقابلته من قبل رافضين او محققين تابعين للجنه ام لا؟ يعني لا استطيع. لكن يعني حقيقه وبالفعل مساله يعني نظرة الناس بأن نريد أن نرى نتيجة منطقية سريعة تعطينا الأمل. لكن كما ذكرت هذه الإجراءات نحن مهمتنا أن نحولها بعد ذلك. نعم، إذا إذا فنوضح سيدة إشراك لو سمحتي لي. لا سيدة إشراك، سيدة إشراك، إذا فل يعني نوضح للناس كيف يمكن بعد تقديمهم للبلاغ لديكم أن يتابعوا قضيتهم. هل تعطى الشكاوى أرقام أو الملفات تعطى أرقام يمكنهم متابعتها لدى أشخاص؟ يعني ما هي التراتبية لديكم؟ نعم، في البيت كما ذكرت تتم عملية يعني توثيق الواقعة ورصدها، مع طبعا لا يكفينا مسألة البلاغ. نحن لسنا مثل منظمات المجتمع المدني نكتفي بعملية البلاغات ولا نتحقق منها. جميل. نحن أحيانا بحاجة إلى نستمع لأكثر من شاهدين أو ثلاثة شهود، نحن محتاجين إلى تقارير طبية تؤكد ذلك الكلام، نحن محتاجين نقابل أيضا الجهة المدعى بقيامها بذلك الانتهاك. بعد عمل ملفات التحول هذا الذي ياخذ وقت، يتم بعد ذلك يعني مساله يعني التاكد واعطاء وصف قانوني لهذه الواقعه. يعني نقوم بعمليه مخاطبه مباشره لهذه الجهه، يعني ربما هو كنوع من يعني اثبات بان هناك جهه اخرى تراقب هذه الجهه بانها تمنعها او تقيدها بمسألته، هو ما يخفف مساله الانتهاكات في المستقبل. لكن الضحيه عليه كما ذكرت انت انه بعد اكمال عمليه يعني اعطاء الملف ووصوله الى المجلس يقوم بمتابعتها، لا سيما مثل الحالات التي ذكرتها انت، يعني مسائل التعذيب او المعتقل الذي كان في المعتقل بعد ذلك تم الافراج منه، مساله التعويض ورد الاعتبار. فهذا من حقي ان يقوم بعمليه التواصل مع الرافض الذي قام برفضه مع اللجنه. لكن كما ذكرت نحن بعد عمليه الانتهاء نحول هذه الملفات الى القضاء، وتتحول بعد ذلك الى جلسات قضائيه عاديه يعني تتم فيها الخطوات. لكن كما ذكرت يعني في السابق كانت هذه الانتهاكات لا ينظر اليها بانها انتهاك، لا ينظر اليها بانها من الممكن ان تتحول في يوم ما الى مسكوت عنه، كانت في اطار المسكوت عنه. كان لا يعتقد انه يمكن ان يرفض او يوثق الانتهاك الذي قام به، ولا يمكن ان يتوقع ان يساله احد. نعم. سيدة إشراك، على ذكر القضاء، هل تم فعلا تحويل ملفات قضائيه من قبل ملفات يعني دعاوي وشكاوي من قبلكم الى السلطات القضائيه؟ نعم، يعني هذا ربما كان بتوجيهات يعني اخر قرار رئيس الجمهوريه كان في سبتمبر 2017 بضروره، يعني كان توجيه الى النائب العام بضروره الاسراع باستلام ملفات او اكثر من 3000 ملف تم الانتهاء للتحقيق منه من قبل اللجنه الوطنيه للتحقيق. حاليا نقوم بمساله يعني التخاطب، عمل يعني اليه كيف ممكن الاحاله يعني الاحاله بين هذه الملفات، كيف يمكن ان تنظر لها. نحن لا نريد ان نسلم ملفات ضحايا يعني اكلنا عليها بطريقه لا نعرف الى اين مصيرها وما هي طريقه من الاليات العمليه المتابعه والتحقيق الذي سوف تتم. هناك توصيات قدمناها للنائب العام وقدمناها ايضا لمجلس الاحيان القضاء بخصوص الملفات المتوفره والتي سوف بخصوص كل ما سيتم التحقيق من قبل اللجنه الوطنيه، لنضمن بانها ستتم بمحاكمات وانتصاب قضائي خاص يختلف عن بقيه القضايا، كون هذه القضايا كما ذكرت بانتهاكات وبحاجه الى الكثير من المراعاه، بحاجه الى الكثير من الانتماء. وبالتالي ما زلنا ايضا في تواصل كما ذكرت مع المجلس الاعلى للقضاء، وايضا عمل توصيات مختلفه ربما
ستسمعون عنها في الأيام. ألم تكونوا ويكون الوسط الحقوقي كله ضد مسألة القضاء الخاص، ويعني كانت المطالبة دائما بالقضاء الطبيعي وبحق الناس في التواجد والتقاضي أمام قضاء طبيعي، كيف نذهب الآن وكيف نفسر هذا التخريج نحتاج إلى قضاء خاص؟ شكرا، سؤال مهم. لا نقصد بالقضاء بانه المقارنه مثل المحاكم الجزائيه والقضاء الجزائي والقضاء النوعي، لكن المقصود به هو من المعروف يعني حتى في الايات الدوليه ان هناك يعني محاكم خاصه بحقوق الانسان وسواء اقليميه ودوليه متواجده حاليا. فالمقصود به هو بان لا ينظر لهذه القضاء من قبل قضاة ليس لديهم الكثير من التأهيل والخبرات في مجال حقوق الإنسان. تتعلم في المسائل العادية في القضاء العادي يكون هناك تشديد بإثبات الوقائع، تشديد ومدة طويلة جدا في مسائل النظر. نحن نتحدث عن إجراءات خاصة ينظر إلى خصوصية هذه الضحايا وحماية الشهود وسرية هذه الشهادة بشكل عام وحمايتهم، ولا سيما نحن في ظل حرب وحتى ما بعد الحرب. لا نظهر ايضا يعني مسائل السياسيه وارتباطها بعد ذلك في حمايه حقوق الانسان. ولهذا كما ذكرت نحن لم نترك الملفات لانها تتحدث فقط بالقضاء، حرصنا او حريصين حتى هذه اللحظه على متابعه ما سيكون من قبل القضاء لهذه القضايا، كما ذكرت النظر اليها بنظره خاصه كونها فيها الكثير من الخصوصية. لا بد أن تضمن حماية الشهود، حماية الضحايا بأن لا يتعرضوا لأي إيذاء أثناء المسائل، خاصة في ظل هذا الانفلات القائم. يعني أنت تذكر قصص وأمثلة، أنت تذكر الآن قصص وأمثلة لمسائل تعذيب تمت في معتقلات أو تمت في قروقات أو تمت في نقاط دخول وهو نقاط خروج. هذه من الأمور التي ربما يجب النظر إليها أثناء أي معاملة أو أي محاكمة أو أي متابعة قضائية لهذه الانتهاكات. نعم، في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الانقلاب هل لكم أي تواجد؟ يعني ربما تواجدنا نحن لا ننكر بأن تواجدنا في التحرك كأعضاء وككم محققين في المناطق التي تحت سيطرة الشرعية أكثر منها في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا في الوطن، لكن الموضوع هو مختلف قليلا. نعم. نحن لم يعني نتقيد بهذه القيود، نحن نرغب كنا ان نكون كاعضاء يعني كتواجد في شرق المقبره في صعده وفي صنعاء، لكن لدينا الرافضين والذين هم ايضا اعضاء في نقابه المحامين اليمنيين يعني في كل المحافظات لا سيما التي تحت سيطره الحوثي. حاولنا ان نكثف تواجدنا يعني في صنعاء في حد ذاتها الان حاليا اربعه من الموظفين الرسميين القانونيين المتواجدين في صنعاء، اضافه للمتعاونين معها من المحققين. امر اخر ايضا حتى في صعدة يعني كان معنا رافض الان رافض ايضا كمان ايضا اضافي جديد في الحديده، كل هذه المحافظات اللي تقع تحت سيطره الحوثيين حرصنا بان نتواجد بها وان لا نرى فقط يعني ضروره وجود الاعضاء، لكن ايضا المحامين والقانونيين والباحثين الذين اسمائهم كبيره ولديهم خبره في مجال الرصد والتحقيق يعني ربما تساوي او تتجاوز خبره المحققين وخبره الاعضاء من ابناء يعني الوطن الذين يرون هذه مهمه وطنيه قبل ان تكون. نعم، ماذا عن المواطنين او مهمه حقوقيه؟ المواطنين هناك هل يمكن ان يلجؤوا الى هؤلاء الراصدين او ما هي الطريقه التي يمكنهم بها تسجيل شكاواهم لديك؟ الاجمل من ذلك باننا عزيزي الافضل من هذا نحن نعرف خطوره تحرك المواطن ذاته الى اي مرفق او اي مؤسسه او حتى اي ناشط ومدافع عن حقوق الانسان في تلك المناطق. صحيح. ولهذا تخفيفا من الضرر وصعوبه حرصنا بان يتحرك الرافض ذاته الى هذه يعني حرصنا ان نختار رافض من ابناء تلك المناطق من ابناء تلك المديريات من القانونيين بان يقوموا هم مجرد يعني علمهم بوجود هذا الانتهاك مسألة أن يكونوا يقضين بتتبع وبحقوق الإنسان وتحرك الجهات نقول الممتلكة والتي تسيطر على تلك المديرية تلك المحافظات يكون لديهم يقضوا انتباه لكل هذه الأحداث ويتحركون مباشرة بطريقة هادئة وسرية إلى
الضحايا والاستماع اليهم وتطمينهم بان ملفاتهم ووثائقهم معلوماتهم في اماكن يعني امنه بعيده عن حتى هذه الوزاره، ذلك على طول ترسل مباشره لنا في وحده قاعده البيانات التابعه للجنه الوطنيه في مكتبنا الرئيسي في عدن. ولهذا كما ذكرت حرصا بان يتواجد في كل المديريات. لماذا لا تفتحون خطوط للتواصل يعني عبر الانترنت والاتصالات وما شابه؟ ممتاز، شكرا لك. طبعا هذا ايضا جزء من اليه اللجنه، لدينا حاليا موقع اللجنه وهو ايضا يستقبل ايضا كثير من البلاغات، لكن لاحظ عديد في الفتره الاخيره وفي فترات متقطعه ايضا حصل كثير من التجديد في مسائل الانترنت، في مسائل صفحات التواصل، في مسائل ايضا يعني اضعاف هذه الخدمه. يمكن ربما عدنا للطريقه المباشره او الرفض المباشر والان المباشر بان اليدويه يعني الرافد ذاته بالنزول وفي كثير من الكلفات. لكن هذه الوسائل موجوده ومتوفره لمن اراد البحث عنها يعني؟ نعم هي موجوده في صفحه اللجنه، موقع اللجنه، هذه الامور موجوده. لكن كما ذكرت انت تتكلم عن ضحايا في منطقه الشاهل، في منطقه صحيح اماكن ريفيه يعني يعلمون الانترنت والبلاغات، بالتالي من المهم ان يقابلهم ايضا الرافد ويعطيك بيانات، يعطون كثير من التطمين للقيام وتشجيعهم على عمليه الابلاغ. نعم، اذا لكم اي رساله اخيره تستغلون بها هذه السانحه السيده اشراك فتفضلي. رسالتي لجميع الضحايا، يعني كما تحدثنا بالامس كما ذكرت في محاضرات امام العقال ومنظمه الدكتور احمد، نتحدث الان بالمواطن الذي يشاهدنا قناه بلقيس هذه الحلقه وهذا البرنامج الخاص حول موضوع حقوق الانسان، بان علينا عدم الياس باننا لم نحصل على الانصاف لان الانتهاكات في كل مكان، علينا ونحن في نهايه عام وبدايه عام جديد بأن نؤمن بحقوقنا قبل أن يؤمن بها الآخر، قبل أن يدعونا الآخر بأن يعني نبلغ أو نتحدث عن هذه الحقوق. نتحدث علينا نحن أنفسنا بأن لا نستسلم وبأن حقوق الإنسان لا تسقط للتقادم. مكتب اللجنة الرئيسي في محافظة عدن ومهما كانت الصعوبة في محافظة عدن، إلى أن هناك أيضا لدينا رافدين في المديريات، حاولوا أن ترفعوا أيضا صوت الخطاب كما ذكرت. وسائل الإعلام مهمتها أيضا جدا يعني مهمة في مساعدة اللجنة في توضيح وجود انتهاكات في محافظات يعني مختلفة. منظمات المجتمع المدني ايضا متواجده في المحافظات، في بعض المديريات في المحافظات البعيده ايضا مهمتها بان تجمع عدد اكبر وقدر اكبر من المعلومات حول الضحايا ورفضها للجنه، بدلا ان تشكو او تتذمر او تضعها في ارشيدها الذي لن يسمع عنه احد سوى يعني حديث عابر في الاعلام او حتى في المجموعات نقول التواصل الاجتماعي. نريد ان تتحول هذه المعلومات الى حقيقه وملفات قانونيه في محاكمه الجنايه بعد ذلك، محاكمه قضائيه ومحاكمه ايضا تاريخيه حتى في عمليه المساءله، وبان نظل نحن اليمني في كل دوره عنف في كل انتهاكات نظل فقط نندم حظنا، لكن علينا ان نكون اكثر جديه في هذه المرحله. والحق اساسا هو ملاصق واصيل للإنسان ذاته وللضحية ذاتها قبل أن يكون المجتمع. صحيح، شكرا جزيلا لك يا أستاذة أشراك، ونأمل أن يكون هذا العام الجديد عام 2018 عام انتصار للحقوق وتثبيت لها. كان معنا السيدة أشراك المقطري عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الفنان سلطان البدر، تم الرصد، بأمان الله.